طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مخصصة للتعليم الصناعي الصف الأول تخصص ملابس جازة وتريكو في مادة من المواد المهمة جدا الموجودة في جميع التخصصات وهي تعتبر من أساسيات أي تخصص وهي مادة التركيب النسجية النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض ازاي تتم او تتكون غرزة التريكو وعلى وازاي تتم عملية الاحلال طبعا كنا في الترم الاول كنا بناخد انواع النفس وكنا بناخد كل ما يخص الغزل الترم الثاني ان شاء الله هناخد كل ما يخص النسيج بس النسيج الايه التريكو اول حاجه عندي لما نيجي نتكلم عن قماشه التريكو اول حاجه هنبدا هي ايه هي غرزه التريكو طيب احنا عايزين نعرف غرزه التريكو دي ايه هي اساسياتها بتتكون من ايه بتتم ازاي او بتتكون ازاي على المكنه اللي بيساعد على تكوينها وايه الادوات كمان اللي بتساعد على ان هي تتكون وانواع الاقمشه اللي بتطلع من خلال مكنه التريكو مش كده وبس وهناخد كمان ان شاء الله انواع الغرز بانواع ماكينتها لان احنا عارفين ان احنا عندنا انواع متعدده من الماكينات بالنسبه للتريكو الالي فاحنا طبعا هناخد كل غرزه بيتم انتاجها ازاي على كل نوع من انواع المكن لان انتاج كل غرزه بيختلف من تركيب نسج الى اخر فاول حاجه عندي النهارده في الحلقه ناخد دراسه تكوين الغرزه وعمليه الاحلال اول حاجه تكوين الغرزه بيتم ازاي اللي هي الغرزه الوحده الاساسيه لنسيج التريكو عم عموما اي نسيج نسيج اللي هو النسيج العادي نسيج التريكو اول حاجه اساسيه فيه هي الغرزه عندنا بقى في التريكو غرزه التريكو اللي هي بسميها العروه دي بتبقى شكلها ايه؟ طبعا بتبقى عباره عن رأس وارجل وقدم طيب يبقى هي الوحدة الأساسية لنسيج التريكو بتتكون من ثلاثة أجزاء الرأس والارجل والقدم دي ايه دي الغرزة بتاعة التريكو أو العروة بتاعة التريكو أول ما أشوف الغرزة هقول على طول هي دي غرزة تريكو طب شكلها بيبقى ازاي معايا عندي احنا قلنا بتتكون من ايه من رأس وارجل وقدم فعندي أوه. عندي اه عندي كده بالظبط ادي دي الراس بتاعتها تمام لو ركزنا كده دي الراس ودي الارجل ودي القدم ده شكل الغرزة ولما الغرزة تبقى بالشكل ده هناخدها اثناء الحلقة بسميها غرزة وجه انما لو انما لو بصيت عليها كده ولقيتها نص دايره وهناخدها اثناء الحلقه ايه الفرق بينهم ان شاء الله دي كده أيه اهي اهو ده راس تمام وهنا ارجل ودي قدم الغرزه دي كده اسمها ايه دي اسمها غرزه التريكو هي بتتكون زي ما اتفقنا اولا هي الغرزه الاساسيه لقمشه التريكو وبتتكون من راس وارجل وادم دي اول حاجه ده شكلها علشان واحنا شغالين نبقى عارفين احنا شغالين على ايه طيب انا جايبه لكم اهو فيديو ليها زي ما احنا شايفين ده منسوب كامل على بعضه لوجه قماش جيرسي وان شاء الله هنعرف ازاي افرق بينهم اثناء الحلقه زي ما احنا شايفين كده اهي دي راس الغرزه وهنا ده الارجل بتاعتها ودي القدم بتاعتها وهنا في مرحله تشابك يعني اللي احنا شايفينه قدامنا ده مرحله تشابك مجموعه من الصفوف ومجموعه من الاعمده زي ما انتم شايفين كده انا فرغت الغرزه علشان نشوفها وتبان لينا اكتر زي ما احنا شايفين اهي زي ما احنا دي دي الراس بتاع الغرزه دي الارجل وبالظبط اللي تحت دي القدم وقلنا زي ما انا وريتكم دلوقتي بالرسم ان دي كده بسميه الظهر والغرزه اللي قصادي الثانيه دي بسميها الوجه وهنعرف اثناء شرح او اثناء الحلقه الفرق بين غرزه الوجه وايه الفرق بين غرزه الظهر ولكن كده انا شفت شكل الايه الغرزه او العروه بتاعت التريكو. طيب لما يجي سؤال ويقول لي عرفيها لي بقى عرفي لي الغرزه دي هقول له هي عباره عن تشابك الغرزه دي بتتشابك زي ما شفناها دلوقتي احنا شفنا نسيج على بعضه من غرز وجه ونسيج على بعضه من غرز ظهر طيب هو ايه اللي حصل العروه دي او الغرزه دي حصل لها ايه تشابكت مع غرزه اخرى لان اثناء مراحل التكوين او زي ما بسمع كتير اقول مرحله الاحلال وهو يعني احلال غرزه تم انتاجها بتحل مكانها غرزه جديده ايه اللي بيحصل ان غرزه بتتشابك مع غرزه الى ان يعمل ايه اما اعمده وبتتشابك معاها مجموعه من الصفوف وبتديني شكل العينه بتاعتي او شكل القماش التريكو بتاعي يبقى تتشابك هذه العروه مع مثيلتها اي يعني مثلا لو تركيب نسجي مثلا جرسية هبص الاقي ايه؟ هلاقي كل الغرز شبه بعضها، فالغرزه دي بتتشابك مع الغرزه اللي جايه بالظبط في اتجاه صف وفي اتجاه ايه؟ في اتجاه عمود يديني في الاخر قطعه من القماش، يبقى الاساس في قطعه القماش هي الايه؟ غرزه التريكو، تتشابه مع مثيلاتها باسلوب يختلف حسب نوع الغرزه، طبعا لو غرزه ديربي هنلاقيها مختلفه في الشكل عن غرزه جرسيه، هنلاقيها مختلفه في الشكل عن غرزه مثلا جاكار وهكذا، طيب أو التركيب البنائي وهناك العديد من التركيب البنائية عندنا مجموعة كبيرة جدا من التركيب البنائية ومعنى الكلمة هنا تركيب بنائية يعني أنواع الغرز اللي احنا بندرسها يعني بس احنا بندرس الجيرسي وبندرس الديربي والمعكوسة والانترلوك وبندرس خلايا النحل التقيل وخلايا النحل الخفيف والغرزة العايمة هكذا دي كلها مجموعة من التركيب اللي بيتم دراستها وبالتالي هنلاحظ ان في اختلاف بين كل تركيب نسجي وبين الاخر التي بتعتمد في تكوينها على سلسله من الغرز سلسله من الغرز اللي احنا شفناها من شويه بتتكون مع بعضها في مجموعه من التشابك تعمل لي مجموعه من الاعمده ومجموعه من الصفوف تخرج لي في الاخر قماشه التريكو بالتركيب البنائي او بنوع الغرزه المطلوبه طيب احنا عندنا هنا لغرزه التريكو ثلاثه اوضاع يا سنه اولى. ايه هما اول حاجة لما اجي اعمل اي عينة احنا انا بتكلم على عينة لان انتو بتبدأوا في العمل بعمل عينات بنشوف ايه عندي اوضاع تلاتة اول حاجة اما يبقى عندي تصريف او يبقى عندي في التركيب البنائي تعليق او ان الغرزة تبقى متفوتة يعني ايه اللي متفوتة هنعرفها دلوقتي هنمسك الاول التصريف التصريف يعني ايه يعني اشتغلت الغرزة بتاعتي بحيث ان قدم العروة الجديدة القدم بتاع العروة الجديدة اللي حصل لها مشت او قطعت رأس العروة السابقة لو انا دلوقتي اشتغلت صف من غرز التريكو فإيه اللي بيحصل لما بتيجي الابرة تطلع عشان تلتقط الخيط بيبقى موجود تحت اللسان الخطاف وقافل عليه اللسان الغرزة اللي تم تكوينها قبل كده فاللي بيحصل اللي بيحصل ان انا دلوقتي لما اجي اجيب غرزه تانية القدم بتاع الغرزه الجديده بيعمل ايه بيقطع راس الغرزه السابقه دي طبعا لو كانت وجه وما جيرسي او غرزه عدله فبيعمل ايه يقطع راس الغرزه السابقه ويعدي من فوق ساق الغرزه السابقه أو ما ان حصل قطع في الراس بتاع الغرزه وبعد كده القدم رجعت تاني جت من فوق الساق بتاع الغرزه السابقه الكلام ده اللي بتعمله الغرزه الجديده اعرف على طول ان ده وجه القماش او ده غرزه عدله ولكن لو لقيت العكس ان الراس بتاعت سوري القدم بتاع الغرزه الجديده جت من تحت راس الغرزه السابقه ومرت فوق ساق الغرزه السابقه على طول اقول دي ايه؟ دي غرزه ظهر او الغرزه المقلوبه، يبقى التصريف ده اول وضع من اوضاع تكوين غرزه التريكو بيقول لي هو بيقطع قدم العروه الجديده راس العروه السابقه في حاله وجه الجرسيه. لما جينا رسمنا دلوقتي الغرزه بتاعتنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا لقيت ايه؟ لقيت ان انا رحت جايه رسمه زي ما احنا شايفين كده ادي كده انا اعتبر دي الغرزه السابقه اللي هي تم انتاجها شايفين معايا كده واتفقنا ان دي راس الغرزه ايه اللي بيحصل بقى هنا في التصريف اللي بيحصل في التصريف يا سنه اولى ان الغرزه الجديده القدم بتاعتها تروح جايه قطع راس الغرزه رأس الغرزة بتاع الأيه بتاع الغرزة السابقة زي ما احنا شايفين كده أهي أنا عندي أهي الغرزة دي السابقة الساق أو القدم بتاع الغرزة الجديدة تيجي قطعت أيه قطعت رأس الغرزة السابقة زي ما احنا شايفين كده وجت بعد كده منين جت بعد كده من تحت القدم بتاع الغرزة السابقة أول ما أشوف يا سنة أولى الشكل ده على طول أقول دي غرزة وجه اللي هو وجه الجرسي تاني اما اقول ان التصريف يعني ايه؟ التصريف معناه ان ادم الغرزه الجديده قطع راس الغرزه السابقه وبعد كده جه من تحت من اسفل الايه؟ الارجل او الساق بتاع الغرزه السابقه بالشكل اللي احنا شايفينه ده على طول ده وجه الايه؟ وجه الجرسي طبعا عكسه على طول هي غرزه الظهر ازاي؟ ان انا دلوقتي عندي ادي غرزه ظهر تمام كده معايا دي غرزه ايه غرزه ظهر اللي حصل الغرزه الجديده القدم بتاعتها جت من تحت الراس بتاعت الغرزه السابقه وخرجت من فوق الساق بتاعتها تاني الغرزه اللي هي الظهر حصل فيها ايه لما اجي اعمل تصريف؟ القدم بتاع الغرزه الجديده جه من اسفل راس الغرزه السابقه وبعدين قطع ساق الغرزه الجديده زي ما احنا شايفين. يبقى تاني يعني ايه اوضاع غرزه التريكو او غرزه الغرزه بتاعة الاحلال ان هي بيحصل عمليه اول وضع ليها تصريف ويعني ايه تصريف؟ تصريف يعني قدم الغرزه الجديده عمل ايه هنا لو دي ظهر قماش جه من اسفل راس الغرزه السابقه وفوق وفوق ايه ساق الغرزه السابقه وسميتها على طول دي غرزه ظهر انما لو جه ادم زي ما احنا شايفين كده الغرزه الجديده قطع راس الغرزه السابقه وجه من تحت ساق هذه الغرزه اللي اقول عليها على طول ان دي وجه الجرسي الاثنين عكس بعض تمام يبقى دي اول مرحله هي مرحله تصريف الايه؟ الغرزه، حيث يقطع قدم العروه الجديده راس العروه السابقه في حاله وجه الجرسيه ويمر من تحت قدمها تمام؟ بينما بيحصل العكس بقى فين؟ لو كان ظهر القماش، لو كان ظهر القماش هلاقي قدم الغرزه الجديده عملت ايه؟ مرت من اسفل راس الغرزه السابقه وبعد كده حصل ايه؟ وبعد كده جت من فوق الساق بتاعتها على طول اول ما الاقي الغرزه بالشكل ده هقول عليها ان دي غرزه ايه؟ غرزه الظهر مش كده وبس انا بشوف كمان ان الغرزه بتاعتي لو هي وجه هتبان على شكل حرف في ولو هي ظهر هتبان على شكل انصاف دواير نبص كده تاني وضع عندي يبقى احنا اتفقنا ان اول وضع عندي هو وضع التصريف وقلنا ان في وضع التصريف عندي شكلين للغرزة اما ان هو يبقى وجه غرزة او انه يبقى ظهر غرزة لو وجه غرزة هلاقي ان الساق تم قطعها بقدم الغرزة الجديدة وجي بعد كده القدم دي عدت من فوق الساق اما لو هي الظهر هلاقي ان القدم بتاع الغرزة الجديدة جي من اسفل رأس الغرزة السابقة وعمل ايه بعد كده قطع الساق من فوق الساق بتاع الغرزه السابقه، تاني وضع ليا على طول هو التعليق. وكلمه تعليق يعني ايه؟ يعني الغرزه اللي موجوده اسفل جوه اسفل الخطاف واللسان مقفول عليها لما جت تطلع علشان تلتقط خيط جديد ايه اللي حصل؟ ما صرفتش الغرزه اللي موجوده واصبح على الخطاف تحت الخطاف بتاع الابره اما غرزتين او اكثر في الحالة دي بيحصل ايه بعد كده بتقوم الابرة بعد كده عاملة تصريف هنا ايه اللي حصل علقت اكثر من غرزة على الإيه؟ على الابرة يبقى التعليق اللي هو تاني وضع لغرزة التريكو حيث تأخذ الابرة غرزة جديدة على الغرزة السابقة واخدين بالنا هنا ما حصلش تصريف لا دي الغرزة الجديدة جت على الغرزة السابقة دون عملية احلال وقلنا عملية احلال يعني عملية تكوين اي دون تصريف ما حصلش تصريف الغرزة جت على الغرزة السابقة وبيزب هنا بقى اللي بيحصل ان يفضل على خطاف الابرة غرزتين او اكثر حسب نوع التركيب الايه وبعد كده يتم تصريف الغرزة عادي دلوقتي هنشوف مع بعض تشغيل لو هي غرزة عادية بتصريف ولو هي غرزة ايه معلقة ودي بسميها سنة اولى اوضاع غرزة التريكو زي ما احنا شايفين كده بترتفع الابره هتحصل ايه دلوقتي باستمرار ارتفاع الابره طبعا عن طريق كمات الصعود بيلتقط الخطاف الخيط ويبتدي ايه بصوا ايه اللي هيحصل دلوقتي هينزل ايوه بواسطه طبعا ايه اما الصعود بترفع الابره يلتقط الخيط وبعد كده ترجع الابره تنزل تاني بايه بقى بامر من كمات الهبوط تمام دي الغرزه العاديه اما الغرزه المعلقه بقى ايه اللي الغرزه المعلقه زي ما احنا شايفين كده لاحظوا معايا الغرزه السابقه موجوده والتقطت خيط جديد عمل ايه بقى فوق الغرزه السابقه وده ممكن يحصل في اكثر من غرزه وبعد كده ايه اللي حصل تم التصريف عادي جدا وده الفرق بين غرزه غرزه مصرفه او تصريف وما بين غرزه معلقه يبقى اللي حصل دلوقتي قدامنا ان الغرزه المعلقه ايه اللي حصل لها الابره طلعت بامر من كمات الصعود التقطت الخيط فالغرزه الجديده حصل لها ايه فضلت فوق الغرزه السابقه ورجعت تاني نزلت عن طريق خامه الهبوط وهي موجوده عليها غرزتين او اكثر رجعت تاني الابره صعدت الى اعلى هنا بقى بيحصل عمليه الايه التصريف طب وده بيتم ازاي حسب التركيب النسجي بتاعي او نوع الغرزه طيب تالي نوع عندي بقى احنا قلنا الوضع الاول هو التصريف الوضع التاني هو التعليق لغرزه التريكو الوضع التالت بقى بيحصل كتير قوي يا سنه اولى ان اقول ايه ده ده في غرزه مفوته مفوته يعني ايه اللي حصل؟ يعني الخيط مر المكوك مر بالخيط غزه الابر ما ابره ما ارتفعتش وما خدتش خيط. الابره بتفضل في مكانها وما لقطتش خيط يا سنه اولى. الحاله دي اول ما بشوف العينه على طول بقول دي غرزه ايه؟ فوتت، فوتت يعني ايه؟ يعني الابره ما طلعتش ولا التقطت ايه؟ خيط، مع ان تم تغذيه الايه؟ المكنه بالايه؟ بالخيط. يبقى وهو ما يعرف بالغرزه المفوته حيث يمر الخيط بدون رفع للابره فلا تاخذ خيط. دي كانت أوضاع غرزة التريكو تمام كده تعالوا بقى تاني حاجة التمثيل البنائي للغرزة أو إزاي أعمل أساليب توقيع بنائي للغرزة لو أنا دلوقتي عايزة أرسم أي غرزة تريكو عندي أربع أساليب لرسم الغرزة دي إيه هما الأربع أساليب دول يلا نعرفهم مع بعض أول حاجة الأس... الأسلوب الوصفي وهنعرف يعني إيه تاني حاجة الأسلوب التصويري تالت حاجه الاسلوب الرمزي، رابع حاجه الاسلوب الخرائطي او الهندسي. يبقى انا دلوقتي لو جيت سألت وقلت ما هي اساليب توقيع التراكيب البنائيه او ما هي اساليب رسم اي تركيب بنائي للغرزه؟ هقول هما اربع اساليب ودول بيفضلوا معانا من اولى لتانيه لتالته ايه هما الاربع اساليب دول؟ اول حاجه وصفي، تاني حاجه تصويري تالت حاجه رمزي رابع حاجه خرائطي او هندسي طب تعالى نعرف مع بعض كل نوع على حده اول حاجه الاسلوب الايه الوصفي وكلمه وصفي يعني بعمل ايه بشرح الغرزه بعرف الغرزه دي تم تكوينها ازاي؟ يعني لما اجي اقول مثلا عرف لي غرزه الجرسيه هقول هي مجموعه من غرز الوجه اللي بتتشابك مع بعض شكل الغرزه على شكل حرف في ومجموعه من غرز الظهر اللي بتتشابك مع بعض وشكل الغرزه على شكل انصاف دواير انا عملت ايه دلوقتي؟ وصفت شكل الغرزه يبقى ده الاسلوب الوصفى يبقى الاسلوب بالوصفى هو اسلوب شرح او تعريف كيفيه تكوين الغرزه طيب او طريقه التشغيل تاني حاجة بقى الأسلوب التصويري وهو هنا بقى بيعتمد على إيه؟ على رسم حركة الخيوط أثناء تكوين الغرزة، يعني أنا دلوقتي لما باجي أعمل الغرزة على المكنة أنا بعمل إيه؟ بيطلب مني طب لي شكل الغرزة دي على الورق زي ما أنا دلوقتي رسمت قدامكم الغرزة اللي هي وجه والغرزة اللي هي ظهر، هو أنا عملت إيه كده؟ عملت الأسلوب التصويري، هو الأسلوب التصويري سهل لكن لو كانت نوع التركيب البنائي ده ايه بسيط بيبقى صعب شوية ومجهد وبياخد وقت لو كان التركيب البنائي ده ايه صعب تمام يبقى الاسلوب التصويري هو يعتمد على رسم حركة الخيوط والغرزة في القماش كما تبدو لنا من خلال نظارة التحليل لو مسكنا عينة وبصينا بنظارة التحليل لما بنعمل تحليل لأي عينة تريكو هنلاقي عندنا ايه؟ هنلاقي عندنا شكل التركيب النسج بتاع الغرزة اللي موجودة قدامنا وطبعا احنا قلنا إن هو يفيد بس في حالة التركيب الايه؟ التراكيب البسيطة إنما لو كانت التراكيب دي معقدة شوية أو صعوبة رسمها هتاخد وقت ومجهود بيبقى هنا إيه بقى بيستهلك وقت إيه كثير ده بالنسبة للأسلوب الإيه التصويري عندي بعد كده تالت أسلوب من أساليب رسم الغرزه او التركيب البنائى للغرزه هو الاسلوب الرمزى وده بعتبره هو من الاسلوب البنائى او الاسلوب البسيط ليه لان انا بستعين بشكل الغرزه برمز يعني مثلا لو غرزه وجه بشيلها واحط رمز، لو غرزه ظهر بشيلها واحط رمز، لو غرزه معلقه بحط لها رمز، لو غرزه عائمه بحط لها رمز، يبقى معنى كلمه اسلوب رمزي هو يناسب كل التراكيب البنائيه البسيطه والمعقده لان احنا اتفقنا ان هو اسلوب ايه؟ اسلوب بسيط وسهل تمام؟ ويتم استخدام استخدام علامات كالاتي هنشوف ايه العلامات عندي لو دي غرزه وجه يعني انا لو برسم غرزه وجه هلاقي حرف الاكس يبقى انا دلوقتي لو قلت انا عندي منسوج من وجه الجرسيه في اربع اعمده واربع صفوف اربع اعمده واربع صفوف مثلهولي بالاسلوب الرمزي هقول له تمام احنا قلنا عدد الغرز بالعرض كام؟ اربعه وعدد الغرز بالطول كام؟ أربعة، فبروح رسمة أربعة في أربعة، طب هي دي وجه؟ أه وجه، طب يبقى هرمز ليها عن طريق حرف الإيه؟ عن طريق حرف الإكس زي ما هنشوف مع بعض كده. أنا دلوقتي لو حبيت إن أنا أعمل أسلوب رمزي لمثل لوجه جرسي أربعة صفوف واربع اعمده باجي اروح محدده دي واحد اتنين تلاته اربعه اربع مربعات بالعرض وادي واحد اتنين تلاته اربعه اربع مربعات في الطول وبحددهم يا سنه اولى بالشكل ده كده وابتدي هي دي غرزه ايه غرزه وجه يبقى عايزها بالاسلوب الايه عايزها بالاسلوب الرمزي ابتدي على طول اعمل حرف الاكس يبقى بيعبر عن غرزة الوجه بحرف الإكس زي ما احنا شايفين كده مع بعض أهو تمام أول ما أشوف دي على طول أقول ده أسلوب رمزي وهنا أنا عبرت عن وجه الجرسي بحرف الإكس طب لو أنا بقى جبت أربع أعمدة وأربع صفوف ظهر وقلت اعملهولي بالاسلوب الرمزي هقول ماشي انا عندي كام ابرة في العرض اربعة وكام ابرة في الطول اربعة طيب يبقى انا هعمل نفس الموضوع هعدد واحد اتنين تلاتة اربعة عرض وهعدد واحد اتنين تلاتة اربعة طول نعملها كده بلون تاني عشان تبان انا عايزة دلوقتي اعمل ايه عايزة اعمل الاسلوب الرمزي لظهر غرزة جرسي اربع اعمدة واربع صفوف احنا قلنا ان غرزة الظهر بعمل لها برمز او اهو جوه المربع بتاعي وبعمل زي ما احنا شايفين كده الرمز او طبعا انا بس عملتها بلون تاني عشان يبان الفرق اول ما اشوف دي على طول هقول انها ايه انها ظهر الجرسي وده على طول ده وجه الجرسي يبقى انا بعمل ايه سنه اولى بعمل الاسلوب الرمزي برمز الى غرزه الوجه بالرمز اكس وبرمز الى غرزه الظهر بالرمز ايه او طب لو دي كانت غرزه معلقه قال لي لو غرزه معلقه يبقى باجي كده ارمز لها بايه بقى ايوه برافو لو دي غرزه معلقه زي ما احنا شايفين قدامي بيبقى المربع فاضي لا بحط فيه او ولا بحط فيه اكس طب لو كانت غرزه عايمه لو غرزه عايمه بحط جوه المربع نقطه تاني الاسلوب الرمزي هو التعبير عن شكل الغرزه بالرموز، لو دي غرزه وجه هحط حرف اكس، لو دي غرزه ظهر هعمل الحرف او، لو دي غرزه معلقه المربع بيبقى فاضي، ولو دي غرزه عايمه بحط بس ايه نقطه، ده اسمه كده الاسلوب الايه؟ الاسلوب الرمزي وزي ما احنا شايفين الاسلوب ايه؟ سهل جدا ولذلك انا بعتبره ان هو من اسهل الاساليب وبيمشي مع التركيب النسجى المعقد او التركيب النسجى البسيط اهو ادى عندى اهو غرزه وجه زى ما احنا شايفين عملتها حرف اكس وغرزه الظهر برمز لها بالحرف او غرزه معلقه بحط نقطه غرزه عايمه بسيبها فاضيه اتفقنا تانى احنا اتفقنا ان انا عندى لو غرزه وجه حرف اكس لو غرزه ظهر حرف او لو غرزه معلقه احط نقطه ولو غرزه عايمه بسيبها فاضيه ده اسمه الاسلوب الرمزي رابع اسلوب عندي من اساليب رسم تركيب النسج لقمش التريكو هو الاسلوب الخرائطي الهندسي وهنا كاني بالظبط بعمل خريطه لشكل الخيط على المكنه يعني انا لو بصيت من فوق على على الابر اثناء التشغيل هشوف شكل الخيط وهو ماشي فهو ده الاسلوب الخرائطي هو بيوضح طريقه آه سريان او ايه بقى؟ طريقة تخطيط الغرزة بس على شكل ايه؟ على شكل خيوط. طب ازاي؟ هو انسب الاساليب من حيث طريقة الاستخدام او التطبيق ويقوم بتوضيح حالة الغرزة على الابر لكل سطر. افقي من سطور التكرار باستخدام علامات زي ايه؟ ايوه قدامنا تاني يبقى انا الاسلوب الخرائطي هو بيبين شكل الخيوط في اتجاه الايه؟ الافقي للغرزه عن طريق ايه؟ عن طريق زي ما احنا شايفين قدامنا كده انا دلوقتي مثلا عايزه اعمل غرزه وجه بالاسلوب الخرائطي هقول له تمام هروح جايه كده قدامي دي غرزه وجه يبقى هعمل خط كده واعمل دايره لاسفل دي كده غرزه ايه غرزه وجه طب لو هي غرزه ظهر هروح ماشيه كده واعمل غرزه دايره الايه لاعلى تمام دي ابسط طريقه لرسمها في طبعا طرق تانية بس دي ابسط طريقه رسم غرزه الوجه بالخرائطي وغرزه الظهر طيب لو انا عايزه ارسم غرزه معلقه بمشي كده واعلق على المربع بتاعي واحط جوه نقطه دي غرزه ايه معلقه طب لو عايمه عايمه يعني الخيط زي ما اتفقنا بيبقى مارر بدون اي تعليق وبحط النقطه بتاعتي يبقى تاني لو دي غرزه وجه بعمل دايره لاسفل ولو دي غرزه وجه ظهر بعمل ايه بعمل دايره الى اعلى اتفقنا سنه اولى اتفقنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده غرزه الوجه هتبقى الدايره بتاعتها الاسفل غرزه الظهر الدايره بتاعتها الاعلى غرزه معلقه هتبقى زي ما احنا شايفين كده بعلقها فوق المربع واحط جواها نقطه ولو غرزه عايمه بيبقى خط مستقيم وفيه نقطه ده اسمه ايه الاسلوب ده اسلوب خرائطي يعني شكل الخيط على الابر اثناء التركيب النسجي تمام يبقى انا دلوقتي قلت ان رسم اي تركيب بنائي لمش التريكو عباره عن اربع اساليب اسلوب وصفي برافو نسمعهاكم اهو قولوا معايا اسلوب بالظبط تصويري اسلوب رمزي اسلوب خرائطي وادي الاساليب هي عندي زي ما احنا شايفين كده اربع اساليب ده كده ده اسمه ايه ايوه اسلوب تصويري بالظبط وزي ما احنا شايفين بيصور لي شكل الغرزه. طيب اللي تحت ده اسلوب ايه؟ اسلوب خرائطي زي ما احنا شايفين غرزه الوجه الدايره الاسفل، غرزه الظهر الدايره الاعلى، غرزه معلقه زي ما احنا شايفين كده عباره عن نقطه جوه المربع وغرزه عائمه عباره عن خط مستقيم. طب ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب رمزي غرزه وجه تبقى اكس غرزه ظهر تبقى او غرزه معلقه تبقى نقطه غرزه عائمه يبقى المربع ايه فاضي نيجي بقى اختلاف شكل الغرزه والتحكم في اطوالها ميكانيكيا انا دلوقتي هل الغرزه بتاعتى بتاعه التريكو ثابته شكل واحد لا طبعا هى الغرزه الاساسيه المكونه شكل واحد ولكن بتختلف حسب التركيب البنائى ليها من نوع غرزه الى اخرى او من نوع تركيب نسج الى اخر طيب تعالوا نتكلم عن التركيب البنائيه بالنسبه لتريكو اللحمه تاني هنتكلم عن ما يتميز به التراكيب البنائيه لتريكو اللحمه قال لي اول حاجه ان تريكو اللحمه الاقمشه بتاعته بتاخد شكل الجسم وخاصه لو كانت جوارب او ملابس داخليه يبقى اول حاجه من مميزات اقمشه تريكو اللحمه او التراكيب البني... البنائيه لتريكو اللحمه ان هي بتاخد شكل الايه شكل الجسم ايه كمان بتتمتع بالمرونه العاليه، ولما اتكلم عن المرونه انا شرحتها قبل كده في ماده الخامات هي ان بيحصل مؤثر على الخامه او شد بيقع على الخامه ولكنها هي عندها قدره على استعاده شكلها الطبيعي بعد زوال هذا المؤثر من ايه؟ من عليها. يبقى ما يميز التراكيب البنائيه بتاعت اقمش اللحمه إن هي عندها مرونة يعني عندها قدرة على استعادة شكلها الطبيعي بعد زوال المؤثر من عليها. إيه كمان؟ إحنا كده اتكلمنا عن مميزاتها إن هي بتاخد شكل الجسم وإن هي عندها مرونة عالية. كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب. طب إيه عيوب أقمشة أو التراكيب البنائية لأقمشة اللحمة؟ هقول له أول حاجة إنه بيحصل تغيير للمقاسات. كلنا بنلاحظ ان احنا لو جينا لبسنا اي قطعه تريكو بلوفر او فستان او جاكيت بعد فتره من اللبس بيحصل تغيير في المقاسات ان الكم يطول شويه ان المقاس نفسه يوسع شويه الاسك او البليسيه من اسفل يحصله زي واسع ما يبقاش واخد نفس الشكل في الاول يبقى من عيوبها ان بيحصل تغيير للمنتج في المقاسات مما يؤدي الى عدم رضا المستهلك لو انا دلوقتي اشتريت بلوفر مثلا وابتديت البسه وبعد فتره من لبسه حصل تغيير في ابعاده او تغيير في مقاساته اكيد ده هيخليني غير راضي عن المنتج ده يبقى ده من عيوبه ان هو بيتغير مقاساته وده بيؤدي الى عدم رضا إيه؟ المستهلك ارتفاع تكاليف المنتج ليه بسبب انكماش انكماش الملبس او اختلاف مقاساته عن المقاس الاصلي زي ما اتفقنا اما ان هو يختلف فبالتالي هضطر ان انا اسيبه واجي بعد كده اشتري حاجه تانيه كده اصبحت التكاليف بتاعت المنتج ايه؟ عاليه دي بالنسبه لعيوبه يبقى احنا اتفقنا دي مميزات تريكو اللحمه اللي هي التراكيب البنائيه لتريكو اللحمه وعيوبها طب هل كل المكن كل الغرز او عمليه الاحلال بتتم عليه بطريقه واحده؟ لا طبعا ازاي قال لي تتعدى الطرق عملية الاحلال وتكوين صف من الغرز باختلاف نوع المكنة المستخدمة كل مكنة يا سنة أولى ليها اختلاف في احداث او عملية احلال وتكوين صف من الغرز هناخد مع بعض اول حاجة تكوين الغرزة وعملية الإحلال في الماكينات المستطيلة ودي موجود منها أنواع كتيرة جدا منها ماكن المستطيل العادي اللي موجود عندنا في المدارس او النصف آه اوتوماتيك وفي منها بقى المستطيل وفي منها الاوتوماتيك آه وفي منها الجاكار تمام تمام ده بالنسبه للماكينات الايه المستطيله الغرزه بقى بتتكون ازاي او عمليه الاحلال بتتم ازاي على المكنه المستطيله قال لي عند ارتفاع الابره احنا لسه حالا خدنا اكثر من فيديو وشوفنا ايه اللى بيحصل لما تيجى المكنة تشتغل الإبرة بترتفع يا سنة أولى لما الإبرة ترتفع احنا خدنا فى المعدات ان إبرة الإبرة المزدوجة اللى بيتم استخدامها فى المكنة المستطيل عبارة عن خطاف وعباره عن لسان وعباره عن ساق وكعب وقلنا ساعتها ان الكعب ده بيوجد منه نوعين منه كعب طويل او كعب قصير او كعب عالي وكعب منخفض المسميات هي التعريف بتاعها واحد ولكن احنا دلوقتي عايزين ايه اللي بيتم على مكنه التريكو المستطيله عند ارتفاع الابره بتاعه التريكو اللي بيحصل اول ما ترتفع الابره وتتغذى المكنه بالخيط الخطاف بتاع الابره يلتقط الايه يلتقط الخيط وبعدين طبعا هي بترتفع لوحدها لا طبعا عن طريق كمات الايه الكمات الصعود هي اللي بتنقل الحركه بتاعه الكمات عن طريق الكعب والابلاتين الى اعلى للابره فالابره تطلع تلتقط الخيط وتيجي ايه اللي بيحصل تيجي تنزل يروح اللسان اثناء النزول عامل ايه قافل على الخطاف عشان يفضل محتفظ بالغرزه ما تفلتش الى ان ايه انها تنزل مره تاني مجرى الهبوطية كمات الهبوط خلاص اديتها الحركه انها تنزل فلما بتنزل بتحصل ايه؟ تنزلق الغرزه على الساق تمام كده وتطلع الابره تاني تلتقط الخيط من ايه من اعلى وبتكرار هذه العمليه بتتم عمليه الايه الاحلال يبقى هنقول تتكون الغرزه بارتفاع الابره الى اعلى بالظبط كده ارتفاع ليها لتصبح الغرزة السابقة اللي هي تم تكوينها أسفل اللسان اللي بيحصل أنا عايزاكم تتخيلوا معايا الخطاب بتاعي أهو وده اللسان أما تيجي الإبرة تاخد حركتها من قمة الصعود فبترتفع لأعلى اللي بيحصل إن أصبحت الغرزة الغرزة بتاعتي أسفل اللسان خلاص بقى نزلت وجت اسفل اللسان بتاعي وابتدت الابره تاخد غرزه جديده وابتدى اللسان يقفل على الغرزه الجديده دي علشان تاخد حركه الهبوط عن طريق كامه الهبوط فتنزل تنزل الغرزه تحت اللسان وبتكرار هذه العمليه تمام كده اللي بيحصل يتكون عندي عمليه الاحلال ثم تاخذ الابره الخيط من المغذي اللي هو طبعا بيبقى فيه الخيط اللي بيتم تغذيه الابر بيه وعند هبوطها عن طريق كامه مين برافو يا سنه أولى عن طريق كامه الهبوط هتقوم الغرزه السابقه بغلق اللسان على الخطاف للاحتفاظ بالخيط. وباستمرار هبوط الابره يتم التخلص من الغرزه السابقه الموجوده على الساق ويتم طردها لتصبح خلف الابره العمليه دي طبعا بتتكرر الى اعلى والى اسفل عن طريق كامه الصعود وكامه الهبوط هبص في الاخر الاقي عندي اتعمل عمليه احلال او تكوين للغرزه هنشوف كده مع بعض الترجمه بتاعتنا دي عن طريق الفيديو بصوا كده يا سنه أهو شوفوا إيه اللي حصل دلوقتي أهي الغرزة هي السابقة بقت أسفل اللسان وبعدين طلعت الإبرة بصوا عملت إيه التقطت خيط شايفين إيه اللي حصل؟ شايفين إيه اللي حصل؟ حصل تعاشق تعاشق ما بين الغرزة الجديدة بصوا هنا بقى أنا هوقف كده الفيديو ثواني إيه اللي حصل؟ دي الغرزة الجديدة ودي الغرزة السابقة لو دققنا هنلاقي إن القدم بتاع الغرزة الجديدة عمل إيه؟ قطع مش قطعه يعني قطع الخيط لأ مر فوق راس الغرزه السابقه لما ملاحظين كده وجي من تحت الساق بتاعها شايفين كده طيب الشطار بقى يقولوا لي لما اشوف الغرزه بالشكل ده ساق الغرزه الجديده او ادم الغرزه الجديده جاي من فوق راس الغرزه السابقه ومن تحت ساقها او من تحت رجل الغرزه السابقه على طول اقول ده غرزه ايه برافو دي غرزه وجه طيب هو ايه اللي حصل دلوقتي يا سنه أولى اللي حصل ان انا الغرزه طلعت بس انا بس بصوا كده معايا بصي كده معايا اهو اهي طلعت اهي شايفين الغرزه السابقه نزلت تحت اللسان اهي تمام كده معايا وطلعت الابره التقطت خيط نزلت بيه راحت تاء نفس المرحله وهكذا تنزل الغرزه السابقه من تحت اللسان وتطلع الإبرة عن طريق كمات الصعود تعمل إيه؟ تلتقط غرزة جديدة فتتكون عملية الإحلال طيب ده على مكان التريكو الإيه؟ المستطيل طب لو قلت لكم بقى قولوا إزاي أكون الغرزة أو إزاي أعمل عملية إحلال على مكان التريكو المستدير ذات السلندر الواحد حاضر اول حاجة النوع ده من الماكينات الكامة بتكون ثابتة واللي بيتحرك السلندر لاني انا لما اقول مكان مستدير يعني مكان ايه مكان دائري ففي حالة الماكينات دي سنة الكامة تبقى ثابتة واللي بيتحرك عندي مين السلندر فبيقول لي ايه بقى هتتم عملية الاحلال ازاي ان هو اثناء بقى السلندر ما بيدور وبيبقى وهو بيدور ايه اللي بيحصل بيحمل معاه الابر لان الابر بتوضع على السلندر في وضع راسي تمام تزود بكعب يدخل مجرى الكمات السلندر انت ايه حركته الدائريه دي بياخد معاه الابر اللي مزوده بايه يا برافو اللي مزوده بكعب الكعب ده بيدخل مجرى ايه مجرى الكمات الرافعه اول ما يدخل مجرى الكمات الرافعة ايه اللي بيحصل هترتفع الابر الى اعلى لما هترتفع الابر الى المستوى المطلوب اللي تم ضبط تم ضبط كامة الصعود عليه هيحصل ايه هتسقط الغرزة السابقة اسفل لسان الابرة ونظر لان المكان ده وجه واحد فبيستخدم معاه حاجة اسمها ابلاتين الاحلال كلمة ابلاتين الاحلال يعني هو اللي بيساعد في تكوين عملية الاحلال بأن هو بيتقدم لحجز الغرزة السابقة حتي لا تتعلق على الابرة يبقى انا بما ان المكن المستدير ذات السلندر دي هي. بتستخدم ابلاتيني الاحلال لان المكنه دي ايه؟ وجه واحد فانا مضطر هنا ان انا اضيف عليها اللي هو ابلاتيني الاحلال ليه؟ لان ابلاتيني الاحلال هيعمل ايه؟ هيحجز الغرزه السابقه علشان ما تتعلقش فوق الابره فلما تتعلق فوق الابره ايه اللي هيحصل؟ الغرزه الجديده تتعلق فوقيها وبالتالي هيحصل عندي هنا غرزه تعليم. اثناء بقى ارتفاع الابره تلتقط الابره خيط جديد من المغذي. المثبت حول محيط السلندر لان احنا اتفقنا ان دي ايه ما كانت تريكو ايه ايوة مستدير يعني دائري من اعلى ثم بتهبط الابرة على كد... على جدار كامة الغرزة ومتحدد لي المسافة يا كامة الغرزة دي ليها كامة ايه كامة الهبوط احنا اتفقنا ان كامة الغرزة ليها اسم تاني هو كامة الهبوط فلما بتسقط الابرة هنا المسافة او الطول بتاع الغرزة بيحمل ايه بيتحدد بتقوم الغرزه السابقه تروح غلقه اللسان للاحتفاظ بالخيط الايه برافو بالخيط الجديد مع رجوع ابلاتين الاحلال الى الخلف حتى يسمح لها يسمح لها بالتخلص من الغرزه اللي كانت على الايه اللي كانت على الساق وتتم عمليه الاحلال اتفقنا ده ايه ده تكوين الغرزه على المكن المستدير ذات السلندر الواحد هنشوف مع بعض كده ده كده يا ولاد معايا ده الابلاتين شوف كده ايه اللي بيحصل زي ما احنا شايفين كده ادي الابره اهي بص هنا دي الغرزه السابقه تحت اللسان والابلاتين بيخش بس يحجزها علشان هي ايه ما تفضلش ثابته جوه الخطاف يطلع يتغذى من المغذي بالخيط وينزل على اندماجره الغرزة اللي هي الهبوط هنا ايه اللي حصل حدد لي طول الغرزة حدد لي طول الغرزة تمام؟ تمام هنيجي بعد كده تكوين الغرزة بقى وعملية الإحلال في ماكينات التريكو المستديرة ذات السلندر والقرص احنا كده اتكلمنا عن تكوين عملية الإحلال في مكن التريكو المستطيل اتكلمنا عن مك... طريقة أو تكوين عملية ال... ال... الإحلال. في مكنات التريكو المستديره ذات السلندر الواحد تعالوا بقى نتكلم عن تكوين الغرزه او ازاي بعمل عمليه احلال على مكنه التريكو المستدير ذات السلندر والقرص قالي اول حاجه القماش اللي ناتج هنا بيبقى من الوجهين ليه من الوجهين؟ لان انا عندي هنا في المكان ده السلندر بيعمل وجه القماش والضايل بيعمل ظهر القماش وعندي هنا كمان ان السلندر الابر بتبقى موضوعه فيه في وضع رأسي اما الضايل الابر بتبقى موضوعه فيه في وضع افقي يبقى هنقول ان القماش اللي بينتج علي ماكينات التريكو ذات السلندر والقرص هي قمشة بتنتج من الوجهين لها وجهين السلندر بيصنع, بيصنع, الوجه والدايل بيقوم بصناعة الظهر ولكل وجه مجموعة من الإبر حيث إبر الدايل توضع أفقية وإبر السلندر توضع رأسية يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن تكوين غرزة التريكو أو إتمام عملية الإحلال على مكن التريكو المستدير ذات السلندر والقرص هقول إيه؟ هقول إن أنا هنا الأقمشة دي اللي بيتم إنتاجها بيبقى ليها وجهين أولا السلندر يعمل لي وجه القماش والضيل يعمل لي ظهر القماش مش كده وبس الإبر بتوضع على السلندر في وضع رأسي وتوضع على الضيل في وضع افقي وكل مجموعه من يعني كل آه سلندر او السلندر بيبقى ليه مجموعه من الابر والضايل بيبقى ليه مجموعه من الابر مختلف تمام تمام. تكوين الغرزة بقى وعملية الإحلال هتتم إزاي وناخد بالنا إن عندي كمان من ضمن المكن المستدير يعني دي كده مكنة ذات السلندر والقرص عندي كمان مكنة الجوارب اللي هي ذات الإيه ذات السلندرين ولو نراجع مع بعض في المعدات كنت بقول إيه كنت بقول إن أنا بستخدم في المكنة دي الإبرة الإيه برافو الإبرة المزدوجة ذات الخطافين لأن هنا عندي كم سلندر عندي سلندرين في مكنة الجوارب يستخدم لها ابر ذات خطافين وتوضع داخل مجرى السلندرين ويخصص لكل إبرة زوج من الأبلاتين أحدهما يركب في السلندر الأعلى والآخر يركب في نفس المجرى للسلندر الأسفل علشان أكون الغرزة طب ليه اتنين من الأبلاتين علشان يا سنة هنا مفيش كعب للإبرة فأنا محتاج الأبلاتين في السلندر الأعلى ومحتاج الأبلاتين في السلندر الأسفل عشان يعمل إيه ينقل لي حركة الإيه حركة حركة اتفقنا يبقى انا خدت كده ازاي اكون او اعمل عملية احلال على المكن المستطيل ازاي اعمل عملية احلال على المكن المستدير ذات السلندر إزاي أعمل عملية إحلال على المكان المستدير ذات السلندر والقرص إزاي أعمل عملية إحلال على مكنة الجوارب بإن إن أنا هنا بستخدم إبرة مزدوجة الإبرة دي لها خطافين وبالتالي بركب نوعين جزئية زوجين من الابلاتين واحد يبقى موجود في مجرى السلندر العلوي والثاني موجود في مجرى السلندر السفلي علشان ينقلوا حركه الكامات للابر اجي بعد كده اخد اول منسوج عندي يا سنه اولى وهو نسيج الجرسي وفي نسيج الجرسي طريقه تنفيذه على المكنه بتتم كالاتي أول حاجة تعالوا نعرف مش الجرسيه وأنا في بداية الحلقة قلت لكم إيه؟ قلت لكم أثناء ما أنا وأنا بشرح غرزة الوجه وبشرح غرزة الظهر وبوريكم إزاي إن بيتم بيتم تكوين العروة أو تكوين الغرزة ساعة ما قلت لكم إن الساق أو القدم بتاع الغرزة الجديدة بتعمل إيه؟ بتيجي بتقطع رأس الغرزة السابقة وتيجي من فوق الساق بتاعتها على طول بقول دي غرزة وجه ولما بقول ان الأدم بتاع الغرزة الجديدة بيجي بيجي من أسفل الغرزة السابقة ويجي فوق الساق بتاعتها يبقى دي غرزة ظهر هنا بقى هتكلم عنه باستفاضة ولكن في قمشة الجرسي عشان أعرف قماش الجرسي فهو عبارة عن نسيج بينتج على وجه واحد للمكنه اي يستخدم مجموعه واحده من الابر تاني ان قامشه الجرسيه بيتم انتاجها على وجه واحد باستخدام مجموعه واحده من الابر وبيعتبر هذا النوع من ابسط انواع التريكو ليه؟ اولا سهل انتاجه، بساطه تركيبه اكثر استعمالا واكثر شيوعا وأمشي الجرسي لو انا وحدت اللون ووحدت النمرة بتاعت الخيط مش هيحصل تغيير في ابعادها وان الخيوط اللي انا بستخدمها متعددة الالوان بتاعتي الوان مختلفة تظهر على شكل اقلام أفق افقية مكونة من صف واحد او عدة صفوف القماش الناتج هنا بيبقى ليه وجه وليه ظهر الوجه بيظهر على شكل حرف V الظهر بيظهر على شكل انصاف دواير زي ما احنا شايفين مع بعض كده ده كده وجه قماشه جرسيه واللي قصادى ده الناحيه التانيه هو ظهر الجرسيه وده اللي احنا اتكلمنا عنه فى بدايه الحلقه لما رسمنا لو لاحظنا هنا الساقه بتاعت الغرزه الجديده قطعت القدم بتاعتى اهى قطعت الراس بتاع الغرزه السابقه وجات بعد كده يعني جت من فوق الراس ومن تحت الساق جات من فوق الرأس ومن تحت الساق كده عملتلي غرزة وجه إنما لو بصينا على ظهر الجرسية أولا كمان بق... أنتم ملاحظين وجه الجرسية على شكل حرف في لما اجي هنا أتكلم عن ظهر الجرسية هلاقي العكس القدم بتاع الغرزة الجديدة جه من تحت الرأس بتاع الغرزة السابقة ومن فوق الساق بتاع الغرزة السابقة زي ما احنا شايفين اول ما اشوف الشكل ده هقول ان ده ظهر الايه ظهر الجرسي ولو دققنا هلا ان هو باين على شكل انصاف دوائر ولذلك بيجيني بعض الاسئلة يقول قولي الفرق او اعملي مقارنه بين وجه الجرسي وظهر الدر... الجرسي هقول ان وجه الجرسي بيظهر على شكل حرف في اما ظهر الجرسي بيظهر على شكل انصاف دواير وفي وجه الجرسي ادم الغرزه الجديده بيقطع او بيجي من فوق راس الغرزه السابقه تمام كده وايه كمان يا سنه تانية يا سنه اولى من تحت الساق بتاع الغرزه السابقه اما الظهر بيجي من تحت رأس الغرزة السابقة ومن فوق ساق الغرزة السابقة مميزات غرزة الجرسي خفيف الوزن ياخد شكل الجسم ان انا لو وحدت زي ما قلت من شوية نمرة الخيط هيبقى اقل قابلية لتغيير الابعاد وكمان ان هو اكثر شيوعا وخاصة في استخدام الملابس الداخلية العيب الوحيد من عيوبه انه بينحدر عند القص يعني لو جيت اقصه يا سنة اولى هيحصل ان القماشة هتحصل لها انحدار وبالتالي لازم شرط اساسي ان انا اعمل عمليه كي بالبخار لقماش الجرسيه قبل السهر يبقى احنا في الحلقه دي خدنا مع بعض ازاي اعمل عمليه احلال على انواع متعدده من الماكينات خدنا كمان ازاي ما هي مميزات مش اللحمه وايه هي غرزه الجرسيه ورسمنا مع بعض الغرزه الوجه وغرزه الظهر بكده بتنتهي حلقه النهارده والى اللقاء.